أولا هناك طبعا طريقتان في النظر للأمر، أن تقوم السعودية بتحديد سفير لها لدى السلطة الفلسطينية أو لدى الجانب الفلسطيني، أمر لا يتناقض مع حقيقة أن السعودية اعترفت بدولة فلسطين وبالتالي تنشئ علاقة مع الدولة الفلسطينية التي تعترف بها، وهذا أمر لا شأن للإسرائيليين به. ولكن من ناحية أخرى قد يقرأ هذا الموضوع في إطار ما ذكرتموه بمحاولات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهذا أمر طبعا نحن نرفضه كفلسطينيين ونتمنى أن لا يحدث، وأن تتمسك المملكة العربية السعودية بالمبادرة التي أطلقتها هي بنفسها في مؤتمر القمة العربي والتي وافق عليها مؤتمر القمة العربي، بما ينص على أنه لا يجوز أن تتم على عمليات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ودولة وكيان الاحتلال قبل أن يتم إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة. طبعا الأمر أكبر من ذلك، ما نراه هو ضغوط أمريكية للأسف الشديد إدارة بايدن التي عجزت عن أن تنفذ وعدا واحدا للفلسطينيين حتى فتح القنصلية الأمريكية في القدس، تعيد تكرار ما قام به ترامب وتكرر سياسة ترامب في موضوع الإسرائيلي الفلسطيني بالضغط على السعودية لتفرض عملية تطبيع مع إسرائيل، وهذا طبعا يدخل في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية. نحن نرى أن أي تطبيع عربي مع إسرائيل وخاصة مع هذه الحكومة الفاشية المجرمة هو مساهمة في عملية تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك يجب أن يرفض جملة وتفصيلا. والظروف واضحة وتؤكد حتى أن كما ذكرتم وزير الخارجية الإسرائيلي يريد أن يمنع السعودية من أن يكون لها بعثة لدى الفلسطينيين، هذا يعني أنه يريد أن يرسل رسالة أن هذه الأراضي أراضي محتلة تحت السيطرة الإسرائيلية ولن تتخلى إسرائيل عن هذه السيطرة بأي حال من الأحوال.